السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معزومين طال عماركم، شباب دقوا تليفون على السناب قالوا والله نحن عازمينك يا خالد. قلت لهم ان شاء الله من عيني بالكم. المهم جيناهم ولانهم شباب ما شاء الله من هالامارات يقدمون للدكتوره ما شاء الله عليهم، وهم ثلاثه شباب ما شاء الله عليهم في مقتبل العمر، يا الله يحفظهم. وعزمونا واستعزمنا ويلا سنعاد وياهم، الحين نارب سنسولف، وحين ياس علي خورط عليهم هنا مثلا، يا ليس يخورط عليهم من هاي الساعة، كمل ساعة ساعة هو ينفخر وسم الكذب. هذا فندقنا اللي هو الفور سيزن وين نحن ساكنين، وحين وين نحن جالسين هذا المكان اللي هو شيراتون الجزيرة الأول. فشو اللي يفصل بيننا وبينهم؟ النهر هذا، يعني أظني كيلو، يمكن أظني عرضه. وهاي يلسكي على البحر تابع حق السوفوتيل اللي هو الأول شيراتون الجزيرة، شيء في منتهى الروعة. فيها بند وفيها عود شي على البحر وقهوة وشاي، وكان أغلبية عوائل، يعني أغلبيتهم كلهم عوائل يالسين. طلبت إيه علي؟ بيتزا بالسيفود، بس أنا كنت عايزها بالتونة. إيه؟ بالتونة. الحين الشباب يسألونك أنت مدرس ولا مدير مدرسة؟ ناظر بجدول. ناظر بجدول يقولكم. أيوه. إيه فاهم، عارفين ناظر بجدول يعني؟ نعم. لما يكبر شوية يقللوا له عدد الحصص ويديله إشراف على المدرسين وحل مشاكل بيقل، ودخلك كمان في الدروس أو الحاجات بيقل. فهينفع وأنت خفيف 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 خفيف. أه فكويس كده. أنت معانا اتصال. بتزيدهم بعد؟ ايه خلاص؟ خلاص نكتفي بقى. كملت؟ ايوه الحكايه دي عايزها تكمله ولا خلاص؟ كمل كمل كمل. تفخر انت بقى، انت اذا لا الكلام ده تضرب 70 في لا 52. اه 52 صح. اه كده كان الدور يا ابو، خف على العرب، خف عليهم، نفخت لهم رؤوسهم الكذب. مش كده؟ علي حب حب على الناس. حاضر. نفخت لهم رؤوسهم. هم مبسوطين مش مبسوطين يا جماعه؟ وايد تكذب تكذب وايد يا علي. هو ما بقى يدخلوا على كشف جهاز اللي عندنا. ها سمعت يا تقول قن؟ هي هذا هو القن. وهاي انت ايه؟ سمعت انا الرطب اللي عند خالد اللي اشوف وجهه علي. اي اي علي علي الحين من يربع وراك انت، ليش بسرعه سرعه تاكل؟ يعني يوع الشوع ان شاء الله. ان شاء الله. ليش شو عشاك الحين انت ابو عبد الرحمن؟ بيتزا سي فود. اي بس روحها؟ بدون شيء؟ جمبري بقى واشكال والوان عندهم. هاي شيء الحليلهم هم معاريس هاي. لا هذا العرس ولا بلا؟ هذا العرس معاريس. علي جاي سؤال من الجمهور يقولوا لي اسال علي شو اكلة الكسكسي؟ كسكسي عبارة عن دقيق. اذا طالعني عادة دقيق زين يتسوى على البخار. ايه بعدين يتفرك. ايه بعدين يتسوى تاني. ايه ويتسوى بقى اذا كان بالحلو والسمنة بلدي والسكر او بالشوربة. وبعدين لا انا وش علي شو احب الاكلات لك؟ المسقعه باللحم المفروم. ايه بس لما يكون معنا فلوس يعني. وبيت ما فيش فلوس يبقى بتنجان كده وحاجات. ارديحي. ارديحي ايوه. ايوه ايه فين ممبار برضو؟ ممبار اه برضو بيتعمل. انت عارف انت غير النظاره لو سمحت. الممبار امر امر امر. الجمهور طالب منك تغير صبغه تايلاند. بس في جمهور تاني كتير عاجبه الصبغه، انا مخليها حلوه. ايوه ماشي واثق من نفسك. شايف شايفين. السلام عليكم صلاح. عليك. كيف حالك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ صلاح. عميد. نعمين. هنتين مبوح شو تريكت اليوم؟ البيت بابا بيت. طب صلاح. عميد. شو تريكت اليوم؟ بيت بابا بيت. وبعد؟ بيض وشاي وبعد؟ بس بعد كذاب. قالوا اكلت خبز؟ اكلت خبز لو لا؟ دهوة دهوة. ادري دهوة لا اكل. اكلت خبز؟ ايه بابا. ايه بابا. بتقول صلاح؟ سبح سبح انت. انا الحين السبح انا بتسبح خلاف يوم باي من النادي. شو تقول صلاح؟ ما عارف لك.
الحمد لله الحمد لله زين الحمد لله. صلاح اليوم من الصبح لين الحين وين سرت؟ من ياسر بابا. سرت من ياسر محمد بن زايد ما سرت؟ حبيبي انا ما اعرفك شو تقول شو ياك نسيت العربي؟ انا عربي خلاص العرس. هي شو اسبوع؟ اسبوع زين بي حبيبي بي يوم الجمعة زين صراحة يوم الجمعة زين؟ ان شاء الله بي في الليل. شيء تبى من مصر؟ ما تبي خلاص. ما تبي شيء؟ انا خالد. ها؟ انا خالد جايني. شو انا خالد؟ حبيبي المكالمة انا مسوي لك مكالمة ما بنته هاي بلاش المكالمة. جاي ان شاء الله. عجيب. ها؟ كويت ولد سواك تليفون الولد مال الكويت. راح الكويت. ايه هي الوليد هك صغيروني وضاح. السلام عليكم صلاح باي باي. كلمني في الليل زين. ها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صبحكم الله بالخير. شوفها من حجرتي كان الحين أرويك المكان وين كنا البارحة. مرة وين المظلة الحمراء. وفي نفس الوقت اللي أنا كنت متواجد هبت ريحة هل الدار يوم صديته لأن عرق يعلم رباهم الجنة وما خنها من ريحة ما خنها عبق الماضي والتاريخ الأولي يفوت 50 يومين ما خنها من ريحة. الأسرة اللي كانت موجودة في هالوقت تربط بيني وبين يدتهم علاقة قوية يعل هالجنة ونعيمها يا رب العالمين. فآزمت البارح عند الجماعة اللي هم عازميني يا غير ساماندي قبايا شفت اللي تاكل بيتايلها وتدعي لمطلقها هذا بالضبط كان الوضع. مطعم زيتون اللي تحيدونه قبلكم عنه هذا كالعادة تقريبا المكان منزور لين عينه شرعت البارحة يا غير اليوم ماشي وايد خليجيين يعني اعتقد ردوا عسب المدارس. انا اليوم بشيركم بسير. شكرا يا كابتن شكرا يا رئيس شكرا يا عسل شكرا 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 حبيبي. في نص صفحه كم سنه لحضرتك الراجل اللي معاك بيتخلي كده الصوره شويه. اه وماما بتتكلم عشان انا مهم عشان حضرتك. ايوه النهارده الصبح الساعه 8 الصبح اها ست كلمتين شويه كده وصلنا كل ده مثلا خلص صوركم امبارح وبعد واحنا عشان كده احنا جينا وعايزين نشوف ده اللي هالي كانوا جايين اليوم خصوصي بس عسب بالفول. الفول هذا هو اللي ردني انا بعد اليوم على فكره. في طرف المطعم شيء طاوله يا سات فيها يمكن اظن حول 10 لو 11 حرمه. سبحانك يا رب كميه الاحترام والوقار يرمسن تحرهني تصاصرا ما بيايات يرمسن بصوت عالي ولا كأن حد موجود على الطاولة لا كأن حد موجود يعني يقولكم يعني ما بيايات باغمن ترى حد من الحريم شلنا الدنيا فوق روس يوم بيلسن هاي لا خاتلات المراد يعني الله يستر عليهن وعلى أمة محمد أجمعين يا رب العالمين. هو بس حيل بسير عادي فوق وبرمس وياكم من حجرتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير. اليوم ترى آخر ليلة لنا في القاهرة
ان شاء الله باكر بنطير جدا شرم الشيخ. وبنيرس تقريبا الثلاثة والأربعة والخميس والجمعة بنرد القاهرة، بنغير طيارة وبنضوي أبو ظبي إذا الله رأي.